حياكم الله من جديد مشاهدينا. مباشرة سننتقل أيضا إلى ولاية السويق للحديث أكثر عن حملة التحصين ضد فيروس كورونا كوفيد-19 لموظفي المؤسسات الحكومية ومستحقي الجرعة الثانية. كل التفاصيل ستكون مع زميلنا عبد الله بن صالح الريسي. أهلا وسهلا بك وصباحك خير معنا في قهوة الصباح. صباح النور لك زميلتي حوراء، صباح الخير أعزائي المشاهدين من هنا من محافظة شمال الباطنة وتحديدا من ولاية السويق والحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19. نتواجد هنا من مركز التحصين في ولاية السويق يعني نعرفكم قليلا أعزائي المشاهدين على بعض النقاط المهمة وإلى أين وصل الكادر الطبي في التحصين لأفراد المجتمع والوقاية من كوفيد-19. معي هنا أمل بن جمعة المعمرية من دائرة التمريض بولاية السويق محافظة شمال الباطنة. نرحب فيك أمل في برنامج قهوة الصباح، وبداية لو تعرفينا على فعالية اللقاح ومدى تأثيره في السيطرة على كورونا. طبعا دور اللقاح مهم جدا. اللقاحات الحالية المستخدمة داخل السلطنة والتي اتبعتها وزارة الصحة فايزر وأكسفورد، اللقاحين أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم عن طريق الدراسات الطبية الحديثة، وكذلك أيضا اللقاح هو المخرج الوحيد للخروج من هذه الأزمة. اللقاحين تم اعتمادهم طبيا بناء على الدراسات الحديثة، وتم تطعيم ملايين البشر حول العالم، وهذا يدل على أنه مأمون والحمد لله. أمل لو نتحدث عن مأمونية اللقاح، يعني كيف نتأكد أن هذا اللقاح يعني مأمونيته وهو مستخدم في السلطنة، وأيضا كيف أنتوا تعاملتوا يعني ككادر طبي أو كدائرة تمريض مع الشائعات المتداولة حول مأمونية اللقاح؟ إذا جينا نتكلم عن النقطة الأولى اللي هي مأمونية اللقاح، طبعا وزارة الصحة لا يمكن أبدا أنها تستخدم أي دواء غير معتمد أو لقاح غير معتمد في السلطنة عند المواطنين إلا إذا كان معتمد من منظمة الصحة العالمية أو منظمة الدوائية، وكثير من المنظمات العالمية أثبتت فعاليته ومأمونيته. كذلك تم تطعيم الملايين من البشر حول العالم بهذا اللقاح. أثبتت الدراسات أن الدول التي قامت بتطعيم مواطنيها وارتفعت فيها نسبة التطعيم أو التلقيح بين المواطنين نزول نسبة الوفيات عن طريق كوفيد-19 أو بسبب كوفيد-19 ومضاعفاته، كذلك نسبة إشغال الأسرة أو نسبة التنويم في العناية المركزة قلت بصورة واضحة جدا، وقلت نسبتها بصورة واضحة عند هذه الدول التي اتبعت أو ارتفعت نسبة التطعيم لديها. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال اللي هو الإشاعات، ننصح المواطنين ألا تلتفتوا للإشاعات. طبعا الإشاعات والتغيير هو موجود عند البشر، يعني أي حاجة جديدة الناس تخاف إنها هي تستخدمها، لكن إحنا دائما ما نتبع مشاعرنا ولكن نتبع الأرقام الإحصائيات. لا تلتفتوا للشائعات، التفتوا للأرقام للإحصائيات. وزارة الصحة لا يمكن إنها هي تساوم في حياة البشر في شيء غير مضمون نهائيا. إحنا نطالب الناس إنهم هم يشجعوا كبار السن، يشجعوا الفئات المستهدفة للذهاب إلى مواقع التطعيم وأخذ اللقاح لتفادي أي مضاعفات أخرى لكوفيد ولتفادي سرعة انتشاره. طبعا هذا مو عمل شخص واحد، وإنما هو عمل فريق كامل متكامل، والمجتمع هو ركيزة أساسية في التعامل مع هذا الوباء. نحن نطالب المجتمع أنه هو بالإضافة إلى أخذ اللقاح أنه هو يتبع الإجراءات الاحترازية مثل غسل اليدين، لبس الكمامة، كذلك أيضا التباعد الاجتماعي. هذا الموضوع عمل يعني اللقاح ممكن أنه يغني عن الإجراءات الوقائية؟ لا طبعا لا يغني عن الإجراءات الاحترازية. نحن دائما ننصح المواطنين الذين هم أخذوا التطعيم أنهم يتبعوا أيضا الإجراءات الاحترازية، غسل اليدين ولبس الكمامة، التباعد الاجتماعي، عدم الخروج من المنزل إلا للحاجة الضرورية. فاللقاح لا يغني
ابدا عن الاجراءات الاحترازيه. طبعا الجهد واضح من وزاره الصحه بالتاكيد، وانه لابد اخذ المعلومه من مصدرها الرسمي. امل يعني اقبال الناس على اخذ اللقاح والمجتمع، يعني كيف تشوف اقبالهم في الفتره الحاليه في جميع المراكز التحصين في محافظه شمال الباطنه؟ ما شاء الله، يعني ما شاء الله، إن دل ذلك على شيء إقبال كبير جدا، إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على وعي وثقافة المجتمع العالي. يعني ما شاء الله إحنا يوميا يعني في آخر 3 أيام يمكن فوق 1000 إحنا نطعم في فقط مركز واحد اللي هو رقم كبير. 1000 رقم كبير جدا، وأحيانا إحنا نضطر أن نرجع بعض الفئات اللي هي غير مستهدفة. يجونا ناس اللي هم في أعمار العشرينات اللي مش من الفئات المستهدفة يحاولوا يأخذوا التطعيم، فنحن دائما نبدي الفئات اللي هي استهدفتها الوزارة في الوقت الحالي. إحنا نشجع الناس أنهم هم يجوا للتطعيم، وإن شاء الله في مراحل قادمة راح يتم تطعيم هذه الفئات إن شاء الله. فالأقبال واجب، يعني الأقبال بالفعل كبير. نعم، رسالة توجهينها للمجتمع بعدم التردد في أخذ اللقاح؟ الرجاء التوجه إلى مراكز التطعيم على حسب المواعيد التي نشرتها وزارة الصحة، وأيضا للفئات المستهدفة، مع اتباع، وأرجع وأكرر، مع اتباع الإجراءات الاحترازية، لبس الكمامة، غسل اليدين، والتباعد الاجتماعي، فهو أساسي جدا مع التطعيم. أنا أشكر لك تواجدك معي هنا في هذه الفقرة، وشكرا لك أمل على التوضيح. كانت معي أمل بنت جمعة المعمرية من دائرة التمريض بولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة، وتحية شكر وتقدير إلى الكادر الطبي الذي لا يكل ولا يمل من يعني العمل منذ بداية الجائحة حتى يومنا هذا أعزائي المشاهدين، والعمل متواصل يعني ليل نهار، ومساعي وزارة الصحة واضحة. ما عليكم إلا أنكم تتوجهوا لمركز التحصين في ولايتكم الموجودة يعني، وأيضا أخذ اللقاح، وهناك إجراءات وقائية واحترازية يعني صادرة من اللجنة العليا، غسل اليدين والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة. هذه الأمور ممكن أنها تكون سهلة وفي المتناول، ولكن أخذ اللقاح صار من الضروري جدا، خاصة أنه في الأيام أو الأسابيع القليلة الماضية ارتفع وتزايد منحنى عدد الإصابات بفيروس كورونا. حوراء، إليك الكلمة. نعم، شكرا لك الزميل عبد الله بن صالح الريسي. ما زلنا نقول ونكرر مشاهدينا الأحبة، لا تلتفت بالإشاعات، وتأكد أيضا من المعلومة من مصدرها الصحيح، وإذا كنت من الفئة المستهدفة لأخذ اللقاح توجه مباشرة أيضا إلى مراكز التحصين المعلن عنها. هكذا مشاهدينا نستمر معكم أيضا في قهوة الصباح، ننتقل بكم الآن إلى فاصل قصير، وبعدها لنا عودة من جديد، كونوا معنا.